على الرغم من استمرار فتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري، تمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات من جميع المعابر. وقد حذرت مصر من استمرار تداعيات احتلال المعبر وتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع، وحملت الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. إليك كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين في ظل متابعتنا المستمرة لما يحدث من أمام بوابة معبر رفح المصرية. أبرز ما نرصد هو استمرار القصف العنيف من الطائرات والمدفعية على شرق مدينة رفح في قطاع غزة. هذا القصف لا يتوقف يعني دقائق معدودة بل مستمر طوال الوقت. هذا القصف أيضا يستمر مع عملية توسيع للعملية البرية لقوات الاحتلال في مدينة رفح، وهذا ما حذرت منه مصر. وحملت قوات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة. أيضا بالإضافة لذلك مصر رفضت التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال حول معبر رفح الفلسطيني بعد أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني. أيضا كان هناك يعني تصريحات من مصدر رفيع المستوى هنا في جمهورية مصر العربية بأنه لم يكن هناك أي يعني مكالمات أو أي تنسيقات أمنية بين رئيس المخابرات المصرية ورئيس المخابرات الخاص بقوات الاحتلال. لم يكن كل هذا يعني عار على الصحة، ولا يوجد أي تنسيقات أمنية منذ احتلال معبر رفح الفلسطيني. أيضا بالإضافة لذلك بوابة معبر رفح المصرية ما زالت مفتوحة برغم وقف قوات الاحتلال ومنع قوات الاحتلال للمساعدات المختلفة من الدخول عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية وبوابة معبر كرم أبو سالم، لكن سيارات الإسعاف متوقفة هنا. الشاحنات الإغاثية ما يقرب من 2000 شاحنة متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة لعدد كبير مئات الشاحنات أيضا في العريش وغيرها من الأماكن في انتظار الدخول إلى الناحية الأخرى. مصر أيضا عن طريق وزارة الخارجية يعني أكدت أنها عزمت على الدخول مع جنوب أفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية. المفاوضات المصرية لا تتوقف، وأيضا الوقوف بجانب القضية الفلسطينية لا تتوقف. وبينما نحن أيضا نتحدث إليكم ما زال هذا القصف المستمر على مدينة رفح في شرق تحديدا مدينة رفح، ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق استمرار المجهودات المصرية المختلفة للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة، ومنها أيضا وصول المساعدات التي تأتي عبر اللجنة العليا للمساعدات الأجنبية والطائرات التي تصل محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية المتنوعة. والآن عودة إليكم مرة أخرى.